¿Y qué vos? Ah, ahora está. ولك مو واجه فكرت انه شغلها. انا بصح الموز. اذا بكره كي شريطيه هين. اوف هذا بيحب الموز. المرحوم جميل العبد القاسم وسلام ابن العبد عبد القاسم صلاح ولا سلام 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 عليكم السلام. نحن في دار سلام اقول سلام منزل دار العبد القاسم في سهل كوزا مع المرحوم جميل المرحوم جميل عبد القاسم الذي استشهد بحادث سيارة في منطقة جماعين. والحريق لو شفت امبارح حجروا عند مصطفى الجميل والمرحومه بطليه في شو اسمه في الجنزير قلت له حرام فلتوا اميني هذا الصغير ام كاسم ام كاسم العبد اميني العبد الله اخت المرحوم سعيد العبد الله لا مش يعني كنت جوا دار الله يا ام كاسم عندي كلب بعيد من السامعين صدقيني زي واحد من الاولاد هذيك اليوم بسأل كيف ويسكي اسمه ويسكي كيف ويسكي قلت لي يا زلمه انت بدي ضلك تسالني عايش زينا زيه صحيح فتحي والله قلبي بمضافه دار محمد الله مولعه هذه مضافه دار محمد هذه قبل الترميم وهذول التنان اللي عايشوا نفسهم اللي هي عبد ابوه هاي دار حضر الحج عليه حدا يعني خلص بسكره هذا فتح التوفيق بغسل بده يشرب من عين حوره لا ما تخافش يا فتحي هذا الحجر يا جماعة هذا الحجر سرق البلد في 21/8 انسرق 21/10 لا ما يضيفه ما في بكر بشوفه فوق لا لا ما في كلها مسكرة ما كان لك شو أحسن من المية اللي بشتروها بيبيعوها من المحلة شو رأيك نصير نعبي كزاي جنبية القلن بدلر نشوف هالبنات هلا تعرف انه أحسن ما تكون بالشتاء واحد بعرف يشرب منها في الشتاء دافية لا بتيجي دافية هذه عين حوارة وليش انتم معفرين هيك ليش معفرين في هالتراب زي كرار المية هذول شباب المستقبل هلا وشابات المستقبل في حارة في ساحة البركة دار أبو جبير بدني محل دار جبرين وإبراهيم الحسن تعرف إنه أمه أخت ستك امه اخت ستك وام الحج عبد والناجي حسنة اخت ستك يعني الاخوال كل شو اسمه كل شو كل ستي
بتقول زي ما تقول سته لانه اخت سته. خالته رحمة الله عليه. ايام البيجو على ايام البيجو. بره محمود جبير. ايوه انجدي يا شاطره. اي صح تنجدي انت؟ بتروح على المدرسه؟ بنت مين انت؟ بنت عمر مبيني. انا بنت عمر. انت بنت عمر؟ وانا بنت عمر. لا لا وانا ابن علي. اسالك وانت؟ بنت انا ابو جهاد. ابو جهاد محمد. هان مرحبا كيف حالك؟ هذه الست ابوها اللي ربتني. الله يرحمها. ايش السويانيه من الساويه؟ ايش السويانيه من الساويه؟ نو ستة كوثر من مخيم بلاطه. ام ابوه. ام ابوه. يلا عليهم. طلع عليها سامع شو بتقول؟ قاعد بتطلع علي يا زلمة. يلا عليك قرب شوي هيك بطلع طرف وشك. ايوه يا فتحي فبنقول لك من باب نظافة دار ابو ضميلي في حوارة. بنصور مناظر من حوارة أثناء زيارتك لهالبلد في 21/10/95. طب أحلى يا عم بالنسبة لنا. 15 سنة. اللي لها برندة. هي عليها تنك أسود. هذه النجمة باب الخلال وبيت الخربي. التنك الأزرق في جنب الميدني من قبلي لغربة. الميدني. أيوه هاي دار أبو مازن من الناحية الغربية. دار أبو راضية. ودارنا وين؟ دارنا مبين عند السروي. وهذه هذا هي ام شباكين. شايفها ام شباكين اللي عسوا البرندة هذه اللي العمود الامبريلا شو بسموها الشمسية. منطقة بيركوزا. مين دار البيضة اللي هيك طرفها ابيض؟ دار جبل. دار جبل. وهذيك دار ابو راضي دار ابو ثينة اللي في بين اللوز. أيوة. بين الزيتون. أيوة. جنب السروي. وبعدين تيجي هناك دار ابو حسين ودار محمد سعيد خضير واحمد سعيد ومحمود السعيد. دوري. بعد السروي يا زلمه شايف الاخضر هاي المنطقه. وهذيك بيركوزا وحوالي هذا شو المنطقه هذيك هناك في بيركوزا بنوصلك لهناك اللي كانوا الناس اهل البلد من الحاره هذه يروحوا يشربوا مي من هناك يجيبوا المي ناكلوها. منطقة سهل كوزا وكوزا فاضي فاضي ما فيهاش حد. لا ما تخافش. لا يعني قصدي الجبال الشريف. وهذا حارة الجامع. هذا الجامع القديم. وهيو منه اللي جايبك الدار العجولي اللي هو دار محمود الحسن ودار سيدي حسن بوريك اياها هلا محلها. وهي مضافة الدار رودي اللي هنا هنا صار لونا بار. هذه بيته يعني الدار سليم جميعا. وهنا مدرسة عقاب صارت مصطفى الصالح دكتور مصطفى. هيها شايف هذول البيوت لدار الحج علي بكين. هون دار الحج علي. وانت مصطفى صحيح؟ انا مصطفى. دار مصطفى الحج علي. ما بقول لك هي هين هاي دار هون ثلاث بيوت بس هو مهدمات اللي بقبالهن هذا البيوت. هيو عليهن شوك. ابصر شو حطب. انا يعني مصطفى ساكن مش هلا اول كانوا ساكن في بين السروات ورا دار محمد سالح. هاي منطقة الجسر اللي هنا دار ابو خميس. هول هيك مغطي في الشجر دار ابو دار محمد خميس محمد خميس. ايوه دار محمد خميس مبين من هون. بعدين تيجي هيك على وسط البلد طلع هناك النفايات. هذه مصانع النسر. هذا بيحركوه الكوشك والله عشان يطلعوا اسلاك. هذول يا سيدي بيصير بيجيبوا الاسلاك لجعل بيحركوها مشان طلع اسلاك وبيعوها. هذا من شو بلحم كلياته زيتون يا اخي منتشر الان قريب كله زيتون. اوجلا فهمت عراق يب كل عودلا واسلاك التلفونات كمان. اتمنى اللي بيسمع يكونوا معنا حتى يشوفوا بلدهم حتى يشوفوا الحضاره المتاصله. روح روح هناك عند المضافي. طيب هيبه روح وقف هناك مشان صورها.